في بحثك عن الحقيقة، كل محطة بحكاية. الدروب سجلات للكثير من همسك وصخبك، فتبحث عن النور في زمن الظلمة، فتتلو آيات من سورة الجمعة، فتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة، تسجد فيكون ميلاد الخلاص وزمن التمكين. بضع سنوات وتنعى، بضع سنوات ثم تنسى، وما كان لله يبقى. لذا تسمع قصص الغابرين فتشحن رصيدك ويعلو إيمانك وتقول هكذا كانوا وبقي الأثر. قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لم لا تجلس معنا؟ قال: أجلس مع الصحابة والتابعين، أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، يعيش الإنسان إن لم يكن قلبه عامرا بذكر الله في غرفة في ظلمة موحشة، لذلك يبحث الإنسان عن الضوء، يبحث عن مصدر الإلهام، يبحث عن مصدر بمعنى الكلمة يكون فيه قريب من الله سبحانه وتعالى، لذلك يحاول أن يفتح نوافذ الخير ونوافذ العطاء ونوافذ القربة إلى الله سبحانه في علاه. يبحث الإنسان سبحان الله عما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قد يكون هذا الأمر قريب منك الآن، قد يكون هذا الأمر في طاعة لله سبحانه وتعالى، في بر الوالدين، قد يكون هذا الأمر في صلة رحم، في بسمة تنثرها للآخرين، قد يكون في إحسان إلى الجار، قد يكون في كفالة يتيم. أبواب خير كبيرة وعديدة تجعل الإنسان يخرج من الظلمة الموحشة إلى عطاء الله سبحانه وتعالى وإلى فضاء رحم فيه طاعة وفيه قربة وفيه خضوع وفيه انقياد لربه جل في علاه. لذلك سبحان الله المسلم يعيش في حياة يحدوها الأمل، يعيش المسلم سبحان الله في حياة رائعة، في حياة جميلة، في بسمة، في ضحكة. لذلك رب العالمين لما أخبرنا في كتابه وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنداهم قال: يا عبادي. ما أجل بأن يناديك الملك الجبار سبحانه في علاه بكلمة العبد وينسبك إليه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فرحمة الله سبحانه وتعالى قريبة من ذلك الإنسان العابد التقي المخلص النقي الذي يبحث عما يقربه إلى ربه جل في علاه. ذلك أبواب الخير عديدة، قد يكون باب من أبواب الخير يا أخي الكريم بأن تبذل المعروف، قد يكون باب من أبواب الخير أن تمسك لسانك عن الشر، قد يكون باب من أبواب الخير بأن تحسن إلى جارك، تحسن إلى الأيتام، قد يكون باب من أبواب الخير أن تتلو القرآن. ولكن سبحان الله في ديننا العبادة إذا بدك تتعبد الله سبحانه وتعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. بمعنى تريد أن تشرب كأس ماء، انوي في نيتك بأن هذه الشربة بدك تشكر الله سبحانه وتعالى عليها، بأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد إذا شرب الشربة أن يحمده عليها، أنت تأخذ أجر فيها. بدك تأكل الآن، ادعو وحط في بالك وحط في نيتك بأنه الزاد الذي تأكله الآن هو قرب إلى الله سبحانه وتعالى. بدك تتقوى على طاعة الله، بدك تطلع مع أصحابك، بدك تفتح باب من أبواب الخير، بدك تطلع مع أصحابك وتنبسط وتكيف وما شاء الله تبارك الله، تمام، ما في مشكلة في ذلك. ولكن حط في بالك بأنه هذا هو من باب الترويح الحلال على النفس، من باب الهدوء الذي يسبق العاصفة، من باب أنك الآن بدك تكون إنسان بدك تتقوى على طاعة الله. أمرنا بالمباحات واسع يا كرام. طيب اللي بدك الآن تدخل في امتحان، تحط في بالك: يا رب عيني على أن أنجح في هذا الامتحان حتى أضع بصمة في هذه الحياة. أنت الآن كنت في 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 دراسة، كنت في طلب علم، كنت في ملعب كرة قدم، عندما تأتي بهدف تريد أن تسجد شكر الله سبحانه وتعالى فأنت توصل رسالة جميلة ورائعة للناس جميعا.
بأنه دينك دين سلس ودين رحيم ودين مشفق ودين رائع. مش بس هيك، لا تعارض بين الحياة الدنيا والآخرة في حياة الإنسان المسلم، لأنه يحياها كما أراد الله سبحانه وتعالى. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قصة، تلك القصة يخبرنا فيها عن ذلك الرجل، رجل لم يفعل خيرا قط. يعني الواحد فينا أقل ما فيها يمكن يصلي، يمكن يصوم، يمكن يسبح، يذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل ولا إشي، ما عمل خيرا قط، ولكن كان يدين الناس. قد يكون تاجر وناس تستدين منه، فإذا حان الموعد الأجل، موعد السداد الآن، كان يرسل العامل اللي عنده، الشغيل اللي عنده، حتى يطالب بالثمن ويطالب بالأجرة. فكان ذلك الأمر، كان ذلك الرجل يطلب من العامل اللي عنده أن يذهب إلى الناس، فإذا ورد لديهم أخذ. ثم ينظر المعسر، إنسان ما معه، إنسان صار عنده ظرف ضائقة مالية، فينظر المعسر ويتجاوز عنه. طبعا مش كل ماله، يتجاوز عنه. فلما العامل بيسأله ليش، قال يعني لعل الله ينظر إلي وقد تجاوزت عن الناس فيتجاوز عني. ومضى بذلك في حياته، دائما ينظر الآخرين، بيستنى عليهم دائما وأبدا. إذا كان شاف ذلك الإنسان ما معه يصبر عليه ثم يتجاوز عنه. فمات ذلك الرجل، فسأله الله سبحانه وتعالى ذلك السؤال، لما فعلت ذلك؟ قال يا رب فعلته كي تجاوزت عن الناس كي تتجاوز عني. فالله سبحانه وتعالى هو الكريم، هو صاحب الجود والكرم جل في علاه، فنظر إليه الله سبحانه وتعالى وتجاوز عن سيئاته وغفر له. يا الله، هذا أمر بعطيك قديش ديننا واسع، قديش في أبواب للخير عظيمة، قديش معك مجال أنت تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. فإنظار المعسر، أنت الآن دينت إنسان ممتاز ما معه مصاري، لك تصبر عليه شوي، إنظار معسر، دينته أصلا تأخذ أجر، تأخذ أجر، أنت صبرت عليه تأخذ الأجر. أنت مش بس هيك، أنت أعنته، أنت علمته، أنت ما أعطيته السمك، أنت علمته كيف يصيد، أنت وقفت معاه، أنت حكيت معاه في استشارة، أنت الآن يمكن بحاجة أنك تشبك العلاقات بعضها مع بعض، يمكن أنت عارف بأنه فلان في مصدر تمويل وفي فلان بحاجة إلى التمويل، بدك تجمع الاثنين مع بعض، أنت بدك توفق ما بين طرفين، بدك توفق ما بين شركاء، أنت الآن بدك تشتغل في 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 عمل مادي بحت، تجارة، صناعة، برمجة، بدك تشتغل في عمل دنيا، ولكن تريد أن تحسن وأن تتقن مفاهيم هذه الحياة، يعني تتعامل مع الناس بهذه الروح المعطاءة، هذه الروح البناءة. لذلك معرفة الآخرين مكسب له ثمن. لذلك دائما وأبدا إذا أنت دخلت أي مكان، دخلت إلى أي مجتمع من المجتمعات، ابحث على توسيع شبكة علاقاتك. ذلك المسلم مش إنسان منزوي في صخرة أو في محراب أو راهب في صومعة، ولا يتعامل مع الناس ولا يخالط الناس ولا يصبر على أذى الناس. بالعكس، والإنسان الحريص في كل مكان في كل زمان أن تكون له بصمة، يكون له أثر، يكون له باب من أبواب الخير. سبحان الله، يمكن من الناس اللي رب العالمين أعطاه الصوت الحسن، ويستطيع أن يسمع الناس أجمل الأصوات وأجمل التلاوات وأجمل الإنشاد. من الناس من أعطى الله سبحانه وتعالى القدرة المؤثرة بالخطابة، فيستطيع أن يخطب في الناس ويستطيع أن يتحدث مع الناس. من الناس اللي أعطى الله سبحانه وتعالى القوة البدنية، فيستطيع أن يساعد الناس ويستطيع أن يعني يحمل على عاتق الناس. من الناس من أعطى الله سبحانه وتعالى المهنية في 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 قضية، في جزئية معينة، اللغة أخرى، يستطيع أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك إحنا دائما نبحث عن ذلك الإنسان المسلم المتفاعل مع الحياة، اللي أبواب الخير مفتوحة أمامه، أبواب السماوات والأرض مفتوحة أمامه. هذا هو المستخلف في الأرض، هذا اللي رب العالمين خلقه وخلى السماوات والأرض جميعا، الكائنات جميعا، حتى تخدم هذا الإنسان. مين هو الإنسان؟ الإنسان المسلم المتقي لله سبحانه وتعالى، ذلك الإنسان المصلي المزكي، خلص عنده الأركان الخمس ثابتة ما فيها مجال، الصلاة، الصيام، الزكاة، الشهادتين، حج البيت، ثابتة هاي لكل المسلمين. ثم بعد ذلك هذا الإنسان بتلاقيه إذا كان طالب بده يدرس دراسة قوية،
حتى يكون مؤثر في مجال عمله. إذا كان تاجر، إذا كان مزارع، إذا كان بناء، إذا كان صاحب خشب ولا صاحب صنعة أو صاحب مهارة أو صاحب نجارة أو حدادة أو أي أمر من الأمور، بتلاقي ذلك إنسان. بدنا نشوف يا كرام يا شباب اليوم، بدنا نشوف وين هم المتقين، وين هم المباركين، وين هم الناس اللي بمعنى الكلمة بعبء ذلك المكان. لما عمر الخطاب سأل مجموعة من الصحابة الجالسين، كل واحد يتمنى، فقال أحدهم: أتمنى مثل هذه الغرفة ذهبا أنفقها في سبيل الله. وتمنى الآخر وتمنى الثالث. عندما أتى الدور إلى عمر بن الخطاب قال: أتمنى لو أن لي بمثل هذه الغرفة، ملء هذه الغرفة رجال أمثال أبي عبيدة عامر بن الجراح وخالد بن الوليد وهؤلاء الصحابة الكرام، عشان إيش؟ حتى يستعين فيهم على قضاء الحوائج. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام وكان يستعيذ ويقول: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. بتلاقي الفاجر بصبر بصبر، بتلاقي المغني مستعد إنه يقعد ليل مع نهار، ثم بعد ذلك جلد الفاجر وعجز الثقة، وتأتي عند ذلك الإنسان الطائع الله سبحانه وتعالى: يا عمي اعمل، يا عمي اشتغل، بيجي يحكي لك: أنا لا، أنا مشغول، أنا مش فاضي، أنا متكاسل متعاجز. ذلك سبحان الله، المسلم عندما يحيي في هذه الحياة السليمة، في هذه الحياة الدنيا، يبحث عن ما يكون له قوة في هذه الحياة. إن خير من السأجرة القوي الأمين. عشان هيك أبواب الخير واسعة تنتظرك أنت وتنتظرني. كن قويا في مجالك، كن عميقا في تخصصك في هذه الحياة بتخصصاتها وتفرعاتها المختلفة، كن مؤثر، وابحث أن تكون مؤثر في مجالك، عميق في مجال تخصصك، أمين وصادق. هذا هو الشرف الذي نحمله أيها الكرام في هذه الحياة. لذلك كن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة، وهذا هو الأثر.